الله يصبحكم بالخير وجمعة مباركة على الجميع. هذا فيديو إهداء إلى إذاعة المربد، والله يعطيكم العافية للعاملين على هذه القناة. بصراحة للأمانة الشيء اللي أنا شفته في البصرة من استقبالات، من ترحيب، من تحضيرات، سواء من محافظ البصرة، سواء من المواطنين، سواء من المتطوعين اللي قاعدين يشتغلون في البصرة، هذا النجاح محافظتهم وبلدتهم شيء جميل جدا. أنا انصدمت اللي شفته بالترحيب والاستقبال. شعب طيب، شعب يريد يعيش، شعب يشوف العالم، شعب ينفتح للعالم، استقبال العالم، يقول هلا بالخليج، هلا بالعرب، البصرة بصرتكم، حياكم الله.